Bibi Kapoor and Sunny Kaushal. انباء من قلب الحدث واخبار حصري عن نجوم عالم بوليوود والدراما الهندية. نجمة بوليوود نورة فتحي تخرج عن السيطرة من جديد بمقاطعها المثيرة بعد غيابها الاخير، واراء متضاربة تكتسح مواقع التواصل الاجتماعي. رحيل مفاجئ يفجع نجمة بوليوود راني مخرجي وتفاصيل حصري عن الحادث. رقص نجمة بوليوود جانفي كابور في برنامج سلمان خان يثير ضجة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي ومقاطع حصرية من الحلقة. نجمة بوليوود كانغان رانوت تتعرض لإهانة كبيرة أمام الجميع وفيديو حصري لها من قلب الحدث. لقد استضاف سلطان بوليوود سلمان خان الثنائي البوليوودي جانفي كابور وسوني كوشالا في برنامجه الواقعي بيك بوس لترويج لفيلمهما القادم مالي، إذ ألهبت جانفي كابور ابنة النجمة الراحلة سريديفي مسرح بيك بوس برقصها الشرقي وحركاتها المثيرة، إذ أثبتت جانفي كابور وجودها في عالم بوليوود بجدارة وخطفت قلوب الجماهير الهندية بموهبتها وشهادها الكبيرة وضربت عرض الحائط جميع الأقاويل التي تتهمها بالمحسوبية واستغلال اسم والدتها سريديفي للوصول إلى النجومية. لقد تلقت نجمة بوليوود راني مخرجي مساء يوم الثلاثاء خبرا صادما متمثل في رحيل جدتها أراتي روي عن عمر يناهز 92 عاما، إذ كانت تعاني من أمراض مرتبطة بالعمر. ففي وقت سابق تعرضت الراحلة لإصابة بليغة على مستوى الجبين أثناء فقدانها للوعي، إذ كان هذا الخبر كالصاعقة على عائلة الراحلة عامة وعلى حفيدتها النجمة راني مخرجي خاصة. كما أكدت صحيفة التايمز أن أراتي روي هي جدة راني مخرجي من ناحية والدتها كاريشنا مخرجي، كما صرح نفس المصدر أن والدة راني لن تتمكن من حضور الطقوس الأخيرة لوالدتها بسبب المرض. Be my daily dealer, baby till you fall asleep. Baby till you fall asleep. I'm a killer, baby, no lies. You know I can change your whole life. نورة فتحي التي فرضت موهبتها بقوة في عالم المحسوبية وهو عالم بوليوود وتركت بصمتها ووصلت إلى العالمية بمقاطعها الجريئة ورقصها الاستثنائي الذي تفوق على رقص أشهر نجوم العالم كشاكيرا وبيونسي وغيرهما، إذ قامت نورة فتحي هذا الأسبوع بمشاركة مقطع حصري يتضمن لحظات من رحلتها الاستثنائية برفقة أصدقائها. وكما العادة انقسم الجمهور بين منتقدين ومؤيدين لجرأتها الزائدة وإطلالتها المبالغ فيها، كما تداولت العديد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي إطلالة نورة فتحي الأخيرة في برنامج جلاك دجلجة الموسم العاشر واستعانتها بحراس شخصيين أثناء تنقلها داخل مركز تصوير البرنامج. وقلت له انا
نجمة بوليوود كانغان رانوت التي دائما ما تثير الجدل بسبب إهانتها لنجوم بوليوود وشن هجومات متعددة عليهم، تعرضت اليوم لإهانة غير مسبوقة أثناء حضورها لحدث ترويجي للفيلم القادم لنجم بوليوود أميتاب باتشان وأنوبام خير وبرينيتي شوبرا. فقد تعمدت النجمة جايا باتشان إهانة كانغان رانوت وتجاهلها أمام الجميع، إذ ظهرت كانغان رانوت واقفة على السجادة الحمراء وابتسمت لجايا باتشان وقالت مرحبا سيدتي جايا، لتتعمد جايا باتشان تجاهلها وإلقاء التحية على شخص آخر، وواصلت حديثها مع أنوبام خير. إذ أصبحت كانغان رانوت محطة سخرية واستهزاء نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، إذ علق أحدهم قائلا لقد كان لقاء محرجا، كما أضاف آخر قائلا كيف يمكن أن تتوقع كانغان أن تتحدث جاية معها ولا تتذكر الأشياء التي فعلتها. كما حضر حفل ترويج الفيلم العديد من نجوم بوليوود وعلى رأسهم كاجول، سلمان خان، راني مخرجي، تيغا شروف، أكشي كومار والآخرون. سيكتر